هنا تجمعوا كبار صغار، نساء رجال، بعضهم يحمل نظارات خاصة والبعض الآخر ينتظر دوره أمام المنظار لرصد ظاهرة الكسوف في إطار اليوم المفتوح الذي نظمته جمعية علوم وقيادة بالمركب الشبابي بصفاقس. جيت باش نرصد كسوف الشمس، حدث يعطيها صحة جمعية علوم وقيادة اللي نعضوا فيها، مكنتنا باش نشوفوها اللي ما تكررش ديما. باش نرى الكسوف، معناها القمرة باش تغطي الشمس. اليوم باش نعملوا رصد ظاهرة الكسوف الجزئي اللي يصير نادر ما نشوفوها معناتها في تونس. باش نرى الشمس. الشمس. باش تغيم. جيت باش نشوف الكسوف الجزئي اللي مش يصير ان شاء الله اليوم في تونس. وكما تراك الاجواء سمحة برشا. باش نشوف الكسوف. معناتها الشمس تتلاقى مع القمر. تقابل الأرض والشمس والقمر على نفس الخط شرط للحديث عن ظاهرة الكسوف، هذه الظاهرة التي بموجبها يحجب القمر جزءا من الشمس، وهي ظاهرة نادرة الحدوث. الظاهرة هذه هي ظاهرة نادرة ياسر. علاش؟ معناتها هيك اللي مش يصير كسوف هجين، نقولوا له هجين والا مع الخليط. عليه خاطر في عده بلدان من العالم مش نشوفوا عده انواع، معناتها مش نشوفوا كسوف كلي وكسوف جزئي وكسوف حلقي. الكسوف هو انه الشمس اللي نكونوا نشوفوها مش تخبى بالقمر. الساعه معناتها في المحاضره معناها بينا انه من ضمن الشروط اللي باش نلقاو كسوف يلزم القمر والارض والشمس يكونوا على استقامه واحده. في صفاقس مش يكون جزء المخفى 4.7%. الأشعة الصادرة من الشمس وقت الكسوف أشعة مضرة، وجب الاحتياط منها، وهناك وسائل خاصة لمتابعة هذه الظاهرة. الرصد نتاع الكسوف هو يصير بعدة معناتها أجهزة. الأبسط اللي هي مش تكون على شكل معناتها نظارات خاصة بالكسوف، ويلزمها تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية سي او، خاطر باش هي يلزمها تكون تحمي شبكية من الأطياف. عندنا الكسوف بالمراصد معناتها بالتلسكوب ولا معناتها باليونات، اللي يلزم هون يصير فيها مرشح لفلتر، يلزمنا نشوفه كان بالنظارات الخاصة بالكسوف وإلا بالعين المجردة مستحيل. علاش؟ خاطر أشعة الشمس ياسر قوية تجي مع الشبكية مش تعملها عملية إتلاف. الكسوف ليس مجرد ظاهرة طبيعية فحسب، بل هي ظاهرة علمية تدعم وعي الناشئة بمحيطهم الطبيعي والحاجة إلى التفكر في الكون وملكوت الله وتقرير ذلك علميا.